بتاعت المكان. هو كان حصل حريق في المكان ده بتاعي. كان حصل هيس بتاعي. الدير دو ينضم لهيئة الآثار اللي هو الدير الأثري بتاع الأنبا شنودة رئيس المتوحدين. وحتى تلاحظوا إن المباني أثرية والدير منحوت جزء منه من الحجارة. خش كده تعالى بقى اقفل هتنقفل هنا تزورونا بعد لحظة في مكان تاني ممكن باي باي.